بلدك الجميل الإماراتي. أنت رائدة من رواد الفن والطرف الحليم، وواضح إن أنت ابتديتي تبقي رائدة كمان في المجال الدعايات، مظبوط؟ تحكي لنا عن الخطوة دي. طبعا هاي ثاني دعاية وأول دعاية، ثاني دعاية أقدمها وأعملها. أنا مبسوطة كثير إني قدمت اليوم دعاية باراشوت، وكنت ضمن هالكامبين الكبير هذا. دعاية مميزة، منتج مميز، منتج معروف، منتج مستعمل كثير، اسم كبير. واليوم قدموا دعاياتنا اليوم، إذا تفرجنا كنا مع بعض لاحظتي كم الكواليتي حلو، كم في جلامر، كم في أنت اليوم كفنانة، واليوم أنا كفنانة يهمني إن المنتج اللي أسوي لها دعاية توصلني بشكل صح. يعني مش بس نحن الفكرة إنه نوصل المنتج بشكل صح، أنا يهمني إني طبعاً أوصلهم، هم جابوني للسبب، فلازم أنا أكون قد هالمسؤولية اللي عطوني إياها. وفي المقابل هم أيضاً لازم يوصلوني بشكل صح، لأن هذا بعد في تاريخي بفني برصيدي. لو راح يأثر علي غلط مشكلة، بعد كل هالتعب ما تقدرين تين وتقدمين شيء ممكن يأثر عليك سلبي. فالحمد لله أنا كثير مبسوطة من التعاون مع باراشوت جولد، وكثير مبسوطة من النتائج اللي شفتها، وأكيد ضيف لي كثير، وأتمنى أني أنا أكون ضفت لهم مثل ما هم ضايفين لي. أكيد سفراء الجمال مش محتاجين تعريف. أنا كنت حابة أسألك برضو على أعمالك الجاية، أنت بقالك فترة شوية مختفية، فكنت حابة أعرف إيه الجديد تقدميه الحين. فترة شو؟ أربع شهور. شوف الأربع شهور عندي بيمروا بسرعة، لأن أنا مزاجية شوي، فتحسيني أدخل في مود أطلع من مود. في فترة مثلا دخلت علي فترة ما كنت قادرة أسمع أغاني أختار، فما رح أقدر في هالحالة أسمع. بس جنب اللي قاعدين نسويه، أنا الحين قاعدة أجهز لفيديو كليب واثق من نفسي من ألبوم 2011، وعندي كم سينجل الحين. يمكن السينجل ينزل قبل الصيف أو قبل رمضان، بس الكليب ما أعرف شو مكانه بالضبط، إذا تأخرنا فيه رح أضطر أجله بعد رمضان. طيب، وفي أي دويتوهات أنت شايفة أن الترند دلوقتي بقى شوية اتجاه للدويت؟ أنا أبدا ما أمشي ورا الترند. يعني أنا لو في شيء ترند ماشي أحاول أتحاشى الترند، عشان أنت تكوني ماشية مع الترند وتنجحي فيه صح، لازم كثير تهتمي بتفاصيل معينة. خليني أنا لو صار في شيء حلو أنا مو ضد الفكرة، بس للحين ما فكرت فيها، وما في شيء ظهر لي ممكن أنا أحس إنه يضيف لي الشيء. كيف يضيف لك؟ مو بشرط انه يضيف لك بس ماديا او انه شهره، ممكن يضيف لك كعمل حلو تستمتعين فيه، وبعدين تتذكرينه وتقولين انا مبسوطه اني سويت العمل. فهي اضافه، انك تكوني مبسوطه بالشيء قدمتيه وما تندمي على شيء سويته. فما ابغى اسوي شيء بس لانه منتشر وبعدين انا بعدين اضافه من اكثر من حيوانات جديد واضافه زي ما بتقولي. نفسي لا كثير انا كثير يعني الويش ليست بتاعتي لا بالكريت مش تست. تعرفي كيف؟ لا كثير عندي مثلا كثير حابة أعمل كونسرت يكون كبير ومعمول بشكل فاشن كثير أو ديفرنت، وفيها أغاني أنا جو الشغل عندي في أبيت كثير، فينفع بكونسرت. نفسي أقدم كم شغلة وطنية، نفسي مثلاً أمثل الإمارات في حفلات ثقافية برا الإمارات. نفسي كثير 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 أسوي أشياء خيرية بعيدة عن الفن. كثير يعني، ومو شرط أغني فيها، بس مجرد إني أنا مثل ما اليوم نحن استعملنا وجهي أو اسمي في منتج طبعاً كان فيها إفادة لي، ما نقدر ننكر، بس نفسي إني أسوي أشياء خيرية، مو شرط ما تكون لها أشياء تخدم المجتمع. بس أنا عندي اسم معين، فممكن أشجع غيري، أشجع غيري، فنفسي بهالأشياء هذه. في كثير وشز، وطبعاً في وشز فيها أنانية كبيرة، يعني مش this nice، يعني مش this humane. عرفتي؟ I wish you the best. We're so happy إن أنت تحتاجنا فرصة إن احنا نتكلم معاكي على علي.com. We wish you all the best. My pleasure. Thank you so much. Nice meeting you. Nice meeting you.